بسم الله. ربنا اجعلنا سبل السلام ونجاة يا رب الأرض والسماوات. وما قدر الله حق قدره، افهم ما تقصد هذه الآية. وما أي حكم الله في العباد، انسوا الجن، أي الثقلين، أي المسؤولان، يعني بما جنس آخر مسؤول غير الجنسين هذين. وما قدر الله حق قدره، الوقت اللي فما حقيقة لا يمكن دحضها مهما تحايلتم وما أتيتم بحجج واهية. اشكر رب. والأرض جميعا قبضته، شكون خلقها وشكون قبض عليها؟ هو الله. وانت فوقها إلى حاجة بسيطة من الزمن، مش تعود فساد غربا بقدر الإمكان. نسيت اللي انت بقبضة الرحمن من جملة قبضاتي على الأرض كلها، وماش حاجة تخرج عن قبضة الله بما فيه أنت. العبد بيك الشيطان وهو عدو مبين، العبد بيك باش يدمرك، العبد بيك باش يسحرك، العبد بيك باش يورطك. نسأل الله السلامة.